السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام، مرحبا بالجميع في قناة ريحة البلاد. يوم جديد وفوائد جديدة إن شاء الله. اليوم سوف أتطرق إلى موضوع الذي سئلت عنه أكثر من 100 شخص ينادونني يعطينا علاج للبواسر أو البواسر بالدرجة المغربية. تعتبر البواسر من المشاكل المؤلمة التي تصيبنا وتؤرق حياتنا. تحدث هذه المشكلة الشائعة في الأوردة عند فتحة السرج والمستقيم، بحيث تصبح منتفخة وملتهبة ويساهم في حدوثها عدد من العوامل مثل الجاذبية والتاريخ العائلي والإمساك وإتباع نظام غذائي منخفض الألياف، رفع الأحمال الثقيلة، السمنة، الحساسية الغذائية، وقلة النشاط البدني، والحمل والجلوس أو الوقوف لفترة طويلة. البواسر هي أساسا نوعان، داخلية وخارجية، بحيث تكون البواسر الداخلية تتطور داخل المستقيم، والبواسر الخارجية تقع مباشرة تحت الجلد حول فتحة السرج. بعض الأعراض الشائعة للبواسر هي جلطات الدم أو كتل حول فتحة السرج والنزيف أثناء حركة الأمعاء وتهوج بالقرب من منطقة السرج والرغبة في الدخول إلى الحمام حتى عندما لا يكون هناك براز. إذا تركت دون ردع ودون علاج لفترة طويلة فإن البواسير تؤدي أيضا إلى مضاعفات مثل فقدان الدم المزمن وموت الأنسجة والسرطان القولون والمستقيم أو حتى السرج. لحسن الحظ من السهل جدا علاج البواسير وتخفيف الأعراض مع الطرق البسيطة واستخدام المكونات الطبيعية. فيما يلي أهم العلاجات المنزلية بالأعشاب وبعض الخصوصيات التي سوف أعطيها لكم في هذا الفيديو. تابعوا إخواني أخواتي هذه الطرق، سوف أعطيكم بعض المواد التي يمكنكم استعمالها لتفادي البواسر والطرق الاستعمال. أولا الجليد أو الثلج. في علاج المرضى في المنازل النصائح الأولى التي ينصح بها هي الجليد. سوف يساعد الجليد على انقباض الأوعية الدموية والحدة من التورم وتساعد على تخفيف الآلام بطريقة فورية. الطريقة التحضير: وضع كيس جليد أو قطعة من الجليد دائبة جزئيا ملفوفة في قطعة قماش مباشرة على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق، القيام بذلك عدة مرات في اليوم حتى تخفف الأعراض والألم الناتجة عن البواسير. يمكنك حتى استخدام حزمة صغيرة من الخضرات المجمدة مثل الذرة واللف، وهذه الحزمة في منشفة، لفها في منشفة ثم وضعها في المنطقة المصابة، القيام بذلك لمدة 20 دقيقة في كل مرة 3 مرات في اليوم على الأقل. الثلج ضروري إخواني أخواتي في الله. الأوليفيرا أو الصبار هو واحد من أفضل المكونات الطبيعية لعلاج البواسر، لأن له خصائص مضادة للالتهاب ويساعد على التقليل من تهيج البواسر. الأوليفيرا يمكن أيضا استخدامها على حد سواء للبواسر الداخلية والخارجية. طريقة التحضير للعلاج البواسر الخارجية: ووضع القليل من الصبار في منطقة فتح الشرج والبدء بالتدليك ببطء، وهذا علاج بسيط يخفف من آلام وتهدئته. الإحساس بالحرقة لعلاج البواسير الداخلية: تقطع الأوليفيرا في أشكال شرائط، تؤكد بقطع الأجزاء تشبه شوكة نبات، وتضح الشرائح في وعاء وتجميدها، ووضع الجليديات أوليفيرا الباردة في منطقة البواسير لتخفيف الألم والحرقة والإحساس بالحكة. عصير الليمون:
عصير الليمون يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تقلل من آلام البواسير عن طريق تقوية الشعيرات الدموية وجدران الأوعية الدموية. طريقة التحضير: تشبع كرات القطن مع عصير الليمون الطازج ووضعه على المنطقة المصابة. في البداية سيكون هناك إحساس ببعض الوخز الخفيف أو الحرقان، ولكن بعد قليل سوف يخف الألم تدريجيا. بدلا من ذلك، وضع نصف ليمونة في كوب من الحليب الساخن واشربه. تفعل ذلك كل 3 ساعات لأفضل النتائج. مج نصف ملعقة صغيرة من كل من عصير الليمون وعصير الزنجبيل وعصير النعناع والعسل معا، واستخدمه مرة واحدة في اليوم. المحتوى الرابع: زيت اللوز. زيت اللوز والمعروف بخصائصه المطرية وامتصاصات من الأنسجة العميقة، وهي تستخدم أساسا لعلاج البواسير الخارجية. طريقة التحضير: تغمر كرات القطن في زيت اللوز النقي ويضع على المنطقة المصابة. أنه يرطب ويخفف الالتهاب، وسوف يخفف الإحساس بالحرقة والحكة حول فتحة الشرج. القيام بذلك عدة مرات في اليوم. خامسا، زيت الزيتون. زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات للأكسدة، ويستخدم في المقام الأول لعلاج البواسير الخارجية، وسوف يساعد على زيادة مرونة الأوعية الدموية، والتي بدورها سوف تساعد على تقليل الالتهاب وتقليص حجم الأوعية الدموية المنتفخة في القناة الشرجية. طريقة التحضير: استخدام مقادير ملعقة من زيت الزيتون يوميا، وسوف يساعد على تقليل الالتهاب ووجود الدهون الأحادية الغير مشبعة، تحسن وظيفة الجهاز الإخراجي. سحق عصير من بعض الأوراق البرقوق وإضافته إلى زيت الزيتون. وضع هذا الخليط على المنطقة المصابة بالبواسير، وسوف تعطيك الإغاثة من الألم والتورم. الحبوب. سادسا، الحبوب الكاملة. البدء في تناول منتوجات الحبوب الكاملة إذ كنت تعاني من البواسير. منتوجات الحبوب الكاملة تحتوي على كمية جيدة من الألياف، والتي هي فعالة للغاية في تخفيف أعراض البواسير ومنع النزيف. هذه المواد الغذائية تساعد على تنظيف الزهاج الهضمي ومنع الإمساك، والسماح للقانون بالعمل بكفاءة أكبر. الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تخفف البراز وزيادة حجمه، مما يساعد على تقليل الإجهاد أثناء حركة الأمعاء. بعض من أفضل منتجات الحبوب الكاملة هي الشوفان والشعير والذرة والأرز البني والحنطة السوداء. سابعا، عسل الساحرة. له خصائص الدواء، ويساعد في تخفيف المضايقات المرتبطة بالبواسير، حيث يمكن أن يساعد الدواء القابض على تقليص الأوعية الدموية الملتهبة وتخفيف الآلام والحكة والتورم. طريقة التحضير: تبليل قطنة من العسل الساحرة ووضعه على المنطقة المصابة من البواسير. القيام بذلك على الأقل 3 مرات يوميا. بدلا من ذلك، يمكنك شراء منصات العلاج التي تحتوي على عسل الساحرة. هذه المنصات رطبة، يمكن استخدامها بدلا من أو مع ورق تواليت أو المرحاض. عزكم الله، هذه الوسيلة جيدة لحماية فتحة الشرج من التهيج والكائنات الحية الدقيقة. ثامنا، خل التفاح.
بسبب خصائص الدواء القابض من خل التفاح، فإنه يساعد على تقليص الأوعية الدموية المنتفخة، ويعطي الإغاثة من التورم والاحمرار عفواً كل من البواسير الداخلية والخارجية. تأكد من استخدام الخل المفلتر وغير المبتصر لتحقيق نتائج أسرع. الطريقة: في حال البواسير الخارجية، اضغط بلطف كرات القطن غارقة في خل التفاح على المنطقة الملتهبة. في البداية سيكون هناك إحساس بالوخز، ولكن سرعان ما ستحصل تخفيف من الحكة والإحمرار. القيم بذلك عدة مرات في اليوم حتى يقلل من التورم. في حالة البواسير الداخلية، إضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء وشربه مرتين على الأقل يوميا. يمكنك إضافة العسل لجعل طعمه أحلى. تاسعا، أكياس الشاي الأسود أو ليبتون أو ما يسمى بليبتون. وجود حمض تينيك في الشاي هو نوع من الأدوية القابضة الطبيعية التي من شأنها أن تساعد على تقليل التورم والآلام الذي يصاحب البواسير. طريقة التحضير: تطيب الأكياس الشاي الأسود في الماء الساخن وإزالته من الماء، وندعيه حتى يبرد وندعه حتى يبرد قليلا، ثم وضع كيس الشاي الرطب الدافئ على الأوردة المنتفخة لمدة 10 دقائق، القيام بذلك مرتين أو 3 مرات في اليوم. بدلا من ذلك يمكنك استخدام الأكياس الباردة لمدة 5 إلى 10 دقائق. سوف أعيد طريقة التحضير: ترطيب أكياس الشاي الأسود في الماء الساخن وإزالته من الماء، وندعه حتى يبرد القليل من وضع كيس الشاي الرطب الدافئ على الأوردة المنتفخة لمدة 10 دقائق، القيام بذلك مرتين أو 3 مرات في اليوم. بدلا من ذلك يمكنك استخدام الأكياس الباردة لمدة 5 إلى 10 دقائق. عاشرا والأخيرة، النصيحة الأخيرة: شرب المياه عندما تعاني من البواسير إما الداخلية أو الخارجية. يجب عليك زيادة كمية المياه التي تشربها في محاولة للشرب 8 إلى 10 مرات من الماء يوميا. تناول الماء الكافي يساعد على تطهير الأجهزة الداخلية وترطيب الجسم بأكمله، كما أنه يسهل حركة الأمعاء ويحافظ على ليونة البراز وتقليل إجهاد. عندما لا تشرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى، فإن عملية تنظيف الجسم تكون بطيئة، ويمكن أن يكون هناك تراكم في الأمعاء للفضلات، والنتيجة النهائية هي تكون البراز الصلب، الأمر الذي يجعل مشكلة البواسير أسوأ. بعض النصائح إخواني أخواتي سوف أعطيها لكم لمن يعاني من البواسير: تحسين نظافة الحمام وجعله أقل احتمالا لتشكيل البواسير الخارجية. على سبيل المثال، استخدام مناديل أو مناشف بعد دخول الخلاء. وهذه المناديل متوفرة في معظم محلات البقالة، ويمكنك أن تبقى في الحمام إن كنت تعاني من نوبات البواسير المؤلمة بدون إحساس بتحسن على الإطلاق. العمل على التردد على الحمام عدة مرات يوميا لمدة 10 دقائق في كل مرة. أيضا قد تحصل على بعض الراحة من خلال وضع كمادات باردة على المناطق المصابة. وضع كيس من الثلج على منطقة البواسير هو حل سهل. حزمة الجليد يمكن أن تساعدك في تقليل الألم من البواسير، بحيث توضع مباشرة على البواسير. غالبا ما تسبب البواسير فرط في العضلات الأمعاء، ولذلك فمن المهم
بالنسبة لك البقاء في بنية من الإجهاد اليومي إن كنت تعاني من البواسير المتكررة؟ قد تحصل البواسير بسبب رفع الأحمال الثقيلة. إن كنت تعاني من البواسير كل الوقت، يجب أن تبحث عن وسيلة للتقليل من رفع أي شيء ثقيل. سادسا، لتخفيف ألم البواسير، وإن كنت تعاني من السمنة خصوصا ووجود الوزن الزائد في منطقة البطن يزيد الضغط في الأوردة، يمكنك التقليل من هذا الضغط من خلال فقدان الوزن واتباع نظام غذائي عالي الألياف وتجنب أخذ الأدوية المسهلة لإنقاص وزنك. تناول مكملات من الألياف كل يوم، خاصة إن كنت لا تستهلك كثيرا من الفواكه والخضر، والحرص على شرب 64 أوقية من الماء يوميا. يجب أن تشرب الكثير من الماء يوميا، وهذا يساعد على تجنب الآلام والراحة من البواسير. الماء هو علاج راحة للإمساك، وقلة شرب الماء هو سبب شائع للبواسير. كما يمكنك أن تساعد على التطهير الشامل من قبل الجسم في محاولة لشرب 10 أكواب من الماء كل يوم. تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل أو الكافيين. هذا النوع من الأطعمة يمكن أن يسبب تهيجان الأمعاء وتفاقم البواسير وعلوة على ذلك، قد تكون هذه الأطعمة تعمل على زيادة الالتهاب الموضعي وتسبب الآلام حتى لا يمكنك الجلوس أو استخدام المراحل. لا تعتمد على الأدوية المسهلة، هذه المسهلات يمكن أن تساعد في حالة المرتبطة بالإمساك بحيث يسهل حركة الأمعاء، ولكن لا يمكنك كعلاج مشكلة البواسير نفسها. إن كنت تعاني من البواسير، طريقة واحدة جيدة للحصول على بعض الراحة عند الجلوس هي استخدام وسادة على شكل دولانات ثم تصميمها للأسفل لتعطي أكثر راحة في حين الاضطرار إلى الجلوس مع البواسير. تشغيل حمام فاتر والجلوس فيه مع على الركبتين في الزاوية. المياه حول البواسير تساعد على تخفيف الآلام والالتهاب، والماء الدافئ يساعد الدم للوصول إلى البواسير ويعمل على التخلص من التورم والألم. هذا ما لدي في هذه الحلقة إخواني أخواتي في الله. كل ما يهم البواسير ذكرته. اللهم اشفينا واشفي مرضانا المسلمين. وتحية لكم إخواني أخواتي الكريمات على تساؤلاتكم. لا تبخلوا علينا بترك أسئلتكم على قناتنا، فنحن نجيب كل من سألنا. لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك دائما جديد القناة. دمتم في رعاية الله، وإلى أعشاب جديدة وإلى حالات جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.